النهاردة يوم 15، ودلوقتي مش عارف الساعة كام بالظبط، بس لحد دلوقتي الحالات بتاعت كورونا اللي في النرويج 1205، والرقم ده كبير بس مش كبير بالنسبة لناس مثلا زي إيطاليا، زي ألمانيا، زي أسبانيا. الأرقام دي كبيرة هناك طبعا جنب الصين وإيران وكده. فأنا نزلت النهاردة عشان أصور لكم كام حاجة كده من الشارع، إن الدنيا واقفة شوية. هو النهارده الحد، بس امبارح حتى كان امبارح السبت، المفروض امبارح ده الويك اند بتاع والناس تنزل في الشارع وتتبسط بقى وتخرج وكده، بس المحلات مقفوله ومفيش اي حاجه بتتعمل خالص. ف هصور لكم كام حاجه كده وتشوفوا الوضع عامل ازاي. كمان الدنيا في السياحة يعني خلاص كده ما فيش سياحة شغالة هنا خالص في المدينة دي دلوقتي. دي حاجة صعبة شوية، صعبة على الناس كلها يعني ان الدنيا تقف بالشكل ده. الشغل عندنا ادونا شغل من البيت لمدة اسبوعين على الاقل. احنا كده كده عندنا الاوبشن اللي هو لو عايز تشتغل من البيت تشتغل من البيت، بس دلوقتي خلوها يعني فعلوها اكتر وبتاع، وبيطلبوا من الناس ما تروحوش الشغل اصلا وكده عشان يقللوا العدوى. معظم الشركات عملت كده. رئيسة الوزراء النرويجية قالت ان في بزنس بتاع شركات كتير بيقع، فده هيخلي ناس كتير، شركات كتير يعني، تسرح بعض العمال عشان يقللوا الخسائر اللي هتحصل في البلد، ودي طبعا مشكله كبيره. فربنا يستر بقى. هو يعني الموضوع ازاي على الناس كلها، الناس كلها مأزية يعني. اللي بيتعب، في ناس بتموت طبعا، وبزنس بيقع وحاجات. ده الفيش ماركت فاضي طبعا، مفيش اي حاجه، محدش بيشتغل، الدنيا واقفه. بصوا المنظر ده. انا دلوقتي عايز ادخل الحمام ومزنوق، بس انا مش هدخل الحمام. الحمام اهو، مش هدخل الحمام عشان خايف من العدوى، عشان انا مش عايز اعيا يعني، وانا مش ضامن هم عقاموا المكان ده جوه امتى. ف حاجه تخوف يعني، عشان الموضوع يخوف والموضوع محتاج مننا ان احنا ناخد بالنا. ما تستسهلش، وحاول على قد ما تقدر او على قد ما تقدري انك انت تاخدي بالك وتتجنبي الحاجات اللي هتجيب لك عدوى. انا هستحمل لحد البيت وابقى مزنوق كده، بس عشان ما اتعبش. المطاعم وقفت القعاد فيها، انت مش هينفع تقعد جوه المطعم اصلا، فانت بس ينفع تاخد الاكل وتمشي. والكافيهات نفس الموضوع، الكافيهات تاخد المشروب بتاعك في اللي هو العلبة الكرتون او البلاستيك دي وخلاص كده. الكوفرت وقفت كمان، لغوها يعني، خلوها توقف الشغل بتاعها خالص، مبقاش فيه خلاص اي كوفر شغال. اللي عايز يحلق بقى يا اما يحلق في البيت يا اما يسيب شعره يطول، ملناش دعوه. في اماكن هنا العادي بتاعها ان هي بتبقى زحمه زي المكان ده كده. الم...
المكان ده على طول زحمه وناس قاعده وبتاع وناس قاعده بتاكل. طب عارفيش ماركت وبيجوا ياكلوا هنا؟ ده كل ده راح، كل ده مقفول دلوقتي، ناس واخده اجازات. المبنى اللي هناك ده برضو المفروض ان هو شغال كويس قوي. اللي هناك ده ريستورانت وبار وكافيه تحت وبتاع، كل ده مش شغال دلوقتي. الموجة عالية زي ما احنا شايفين عشان في هوا. الوضع يقلق، الوضع يخوف. انا اصلا ساكن في حتة كده قريبة من نص البلد، او هي في نص البلد يعني، فلما ببص من الشباك تلاقي الدنيا ساكتة كده، حاجة تخض. كنت نزلت كذا ستوري المكان فاضي، وده مش العادي في الويك اند. العادي ان الدنيا دوشة وزحمة وناس ماشية في الشارع وماشيين يغنوا ومش عارف ايه. كل ده راح دلوقتي، مبقاش موجود عشان خايفين من الكورونا. العجل ده للإيجار، وقليل لما تشوف العجل ده كتير كده هو موجود، بس واضح ان برضه عشان الناس تحاول تتجنب العدوى ما بقتش تأجر العجل ده كتير، فبقى قليل. في حاجة كمان في الصين مثلا، هم عندهم قمع بقى في الصين وكده، فالقمع اللي في الصين ده هم استغلوه في حاجة. الأرقام كان في الصين بتزيد جامد جدا، ألفات بتزيد في اليوم عندهم كورونا. هم عشان يقللوا الموضوع ده قالوا لهم طب يا تتحبسوا في البيت يا تتحبسوا في السجن، اللي هينزل الشارع هيتحبس، هتقبض عليه وهيتحبس. الموضوع ده فعلا ساعد ان الأرقام تقل جامد، المصابين في اليوم يعني. الأول كان ألفات في اليوم، دلوقتي بقى من 10 ل 20 بس في اليوم، ودي حاجة عظيمة يعني. إيطاليا كمان بقت تعمل كده. ففي إيطاليا برضو الأرقام زايدة قوي يعني، لحد امبارح بالليل كان 21,000 عندهم كورونا في إيطاليا. دلوقتي أنا متأكد إن القرار ده هيخلي الأرقام دي تقل. فهنا بقى في النرويج عشان حقوق الإنسان وكده، فهم ما يقدروش يفرضوا على أي حد إن هو ما ينزلش الشارع. فده اللي بيخلي الارقام هنا زياده، وانا اتوقع ان الفتره الجايه هتزيد اكتر كمان. الحلو في الموضوع هو ان ايه، الحكومه ما قالتش للناس ما تنزلوش الشارع، ما تتمشوش، ما تخرجوش في اماكن وتجمعات وكده. بس بالرغم من كده ان الناس خايفة وما بتنزلش. هم وقفوا المدارس اسبوعين، بس ما فيش مثلا، ما تلاقيش اطفال كتير في الشارع، ما تلاقيش زحمة، ما تلاقيش في تجمهر ولا تجمع في اي حاجة. الناس خايفة على نفسها، والناس بتتجنب ان هم يبقوا نازلين في حتة ممكن تزود العدوى وكده. فدي حاجة حلوة، الناس عندها وعي يعني. انا نفسي والله الناس في مصر ما تستغلش موضوع ان المدارس اجازة اسبوعين وينزلوا الشارع. فارجوكوا اقعدوا في البيت، لان الارقام اللي معلن عنها في مصر دي لحد دلوقتي تقريبا 100 وحاجة، الارقام اللي معلن عنها دي يا رب تفضل قليلة كده على طول طبعا. بس قصدي ان طبعا في ناس تانية عندها الكورونا ومش عارفين، والحكومة مش عارفة، والأرقام مش مبينة، ومش ممكن ما تعرفش أصلا. فإحنا المفروض إحنا اللي ناخد بالنا يعني، مش محدش هياخد باله مننا، إحنا اللي ناخد بالنا من نفسنا. فعلى الأقل نتجنب النزول، نغسل إيدينا باستمرار، السانيتايزر ده واللي هو المطهر بتاع الإيد فوق 60% كحول اللي هاتهم الصيدلية ب12 جنيه، لو لقيته يعني رب تلاقوه. الحاجات دي كلها بتساعد على الأقل إن إحنا نخفف نسبة العدوى، وربنا يستر يعني.
دلوقتي انا جيت من بره ولازم اغسل ايدي بسرعه عشان انا مش ضامن ايدي لمست ايه وانا في الشارع ممكن يبقى فيها الفيروس من غير ما اخد بالي، وقبل ما المس وشي وقبل ما اعمل اي حاجه لازم اغسل ايدي بالطريقه الصح اللي بتقول عليها منظمه الصحه العالميه. فدي الطريقه، وياريت تعملوا كده عدد مرات في اليوم كتير. شكرا صديقي امان ان هو قال لي على الفكره دي ان احنا نعملها، فهو تحدي الناس كلها بتعمله عشان تنشر الوعي وعشان الناس كلها تغسل ايديها بالطريقه الصح. شكرا ليك.